عندكش. انت يا دعبس وديت البضاعه فين؟ والله ما اعرف حاجه. سيبونا نروح لعيالي. دي اخر فرصه ليك، انا مش مسؤول على اللي حصل لك بعد كده. قلت لك ما اعرفش حاجه. لا احنا كده هندهلك البص. يا بص 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 الاكس بتاعتي هي البص. ايه دي؟ دي نرمين الفجي. ايوه ايوه. ايه انت كنت متجوز نرمين الفجي؟ انت وملكة بتستحقرني ليه؟ ما انا قبلها كنت كاتب كتابي على جينيفر لورنس. جينيفر لورنس الممثلة الامريكانية؟ بالظبط. طبعا هي اللي سابتك. هتستجرى؟ انا اللي فكست للحوار. بنت مش عياشة كده، ما تنفعش فتحي بيت. قبل ما نكتب كتابنا قلت لها تعالي تنزلي معايا بقى الروعي، تجيب وشوش كهربا، ايه مقابض، نظام نجف. انت عاوز دينيفر لورنس تنزل معاك الروعي؟ اساس عروسه جديده وكده يعني. قالت لي لا بقى واتلككت، قالت لي عني بقى سلسله بصورها اسمها الالعاب الجائعه. اللي هي ايه دي؟ هانجر جيمز. برضه مش عايز تقول فين البضاعه يا دعبس؟ وغلاوتك عندي ما اعرف اي حاجه يا بوس. وبعدين ده الراجل بتاعك وطول عمري يعني. ما عشان انت الراجل بتاعنا يبقى انت عارف فين مكان البضاعه. ولا انت بعتنا لبلاقسي اللي كنت بتتغدى معاه امبارح؟ ايه وعرفتي منين؟ وانت فكرك ان في حاجه بتستخبى عليا؟ هتقول لنا بقى فين البضاعه ولا مش هتشوف ولادك بعد كده؟ سمعوا صوت ولاده. بابا بابا الحقني يا بابا، بابا هيموت. لا 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 يا بص، لا يا بص ولادي، لا ولادي، لا يا بص ولادي، لا انا هعترف يا بص بكل حاجه. ايوه كده جدع، اقول بقى. حاضر حاضر. البضاعه في مخزن في المينا عند البلاس. تمام تمام. ارجع بقى لولادي بقى، الله يخليك يا بص. هترجع له بس مش دلوقتي. امتى؟ فجروا المكان. ايه فجر ايه يا بص؟ يا بص خد هنا يا بص، يا فجر ايه يا بص؟ يا بص كات. حلو داوي هاي. يلا يا شباب جهزوا مشهد التفجير. انا مش عارفه ازاي بتطلعوا الشر ده مني مع ان انا طيبه قوي قوي. طب اتفضلي استريحي حضرتك لحد ما نجهز الانفجار. بس انا اللي هفجر. ها لا التفجير بالريموت، والريموت مع الشخص المختص. لا بلا ريموت بلا مش ريموت، انا عايزه ادوس على البتاعه دي وافجر. لا حضرتك التفجير لازم بالريموت، وبعدين البتاعه اللي انت عايزه تدوسي عليها دي انقرضت، دي اخر شوت عملته كان في عمر المختار ده زمان قوي. والله حضرتك دي مشكلتك انت، انا ماضي الفيلم ده عشان ادوس على البتاعه دي افجر. انا عايزه ولعه نار، عايزه تفجير. خلاص 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 خليكي تفرقعي وتفجري وتولعي وتعملي كل اللي انت عايزاه. ممكن بس حضرتك تتفضلي تستريحي شويه؟ اتفضلي. اوكي اتفضلي. ميرسي.